كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره للنادي الاهلي. يا كابتن سيد الف مبروك، فوز مهم جدا وفوز صعب، وانتم يمكن كنتوا عاملين حسابكم على صعوبه هذه المباراه بشكل عام. الاول كابتن اسلام الشاطر يمكن فرنط بقى الدقائق وحتى 11 دقيقه فنطهم، لا فنطهم صح، وعاملين فعلا يعني حاجه الناس تخش ملعب الاهلي تشوف، لان الوضع صعب. انت كنت في ارض الملعب يا كابتن، اتكلمنا على هذا. لا طبعا يعني الحمد لله طبعا على المكسب وكل حاجه، وممكن نقدم طلب للاتحاد الدولي نلعب الوقت من الدقيقه 90، يعني ما بقاش 1 2 دي بقت 90 89 اسهل لنا. لكن طبعا بالنسبه للوقت انا لما جت الدقيقه 90 كان ضاع وقت حوالي 10 دقائق و57 ثانيه بالظبط. كل الاستادات التحليليه ممكن تعملها 10 دقائق و57 ثانيه، واحنا يعني عشان في ناس كتير قوي يعني بتتكلم وخلاص، يعني انا عايز اقول لك شرحناها. لا طبعا يا عم، نيوكاسل بتلعب ليفربول يوم 4/5 مظبوط، يعني مع ان ليفربول خلي بالك كان لعب مع برشلونه يوم 1 في قبل النهائي، وبعدين لعب يوم 4 مع نيوكاسل، وبعدين لعب يوم 6 عادي مع برشلونه المره الثانيه عادي جدا. يعني الاتحاد الانجليزي ما كانش وطني ولا حاجه، كان بيلعب فرقته عادي جدا مفيش مشكله يعني. لكن حسب 8 دقائق لما صلاح وقع تمام وعادي جدا. هو لو انت انا ما اعرفش في التحكيم وما اعرفش حاجه خالص، وهم طبعا بسيبها للخبراء بتوعنا والناس المختصه. لكن لو انت لعبت يعني لازم الاتحاد الدولي لو شاف اللي بيحصل ده مليار في المية هيقول لك لا العب على طول كده باحساسك بقى، ما توقفش اللعب لو حد واقع في الملعب. مش ممكن ابدا الشوط الثاني انت بتلعب 10 دقائق 57 ثانيه اللعب واقف على طول. يعني الحمد لله طبعا على المكسب، ده مهم جدا. الكره دخلت وخرجت مليار مره، يعني ما كانش معانا الساحر السنغالي النهارده، ما كانش معانا للاسف، لكن جيرالدو هو برضو افريقي يعني حل الحمد لله. الحمد لله طبعا على المكسب، خلاص هتقفل الصفحه ديت. انا متاكد ان ده حال كل الانديه اللي في الحاله بتاعتنا، بما فيهم الانديه الكبيره زي مانشستر سيتي او زي برشلونه او الريال او ليفربول او اي فرقه في الحسابات الاخيره والامطار الاخيره بيبقى فيها الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. يعني همنا كله ان احنا نحصد اللقب ان شاء الرحمن، همنا كله باذن الله ان احنا نوصل لنهايه الدوري واحنا الابطال، وان شاء الرحمن ان شاء الرحمن باذن الله تعالى هيتحقق. يعني خير. انا كابتن سيد تعليقك ايه على التوتر اللي حصل قبل المباراه ما تنتهي وبعد المباراه انتهت؟ لابد ناخد تعليق منك كابتن سيد. طبعا يعني انا مقدر بالتاكيد يعني الاجوان في الفتره ديت او في الدقيقه ديت، لكن انا بقول لك الموضوع عندنا لو عادي وانت متحكم فيه بشكل كويس قوي وتكرر كذا مره. يعني الاتحاد الدولي دلوقتي لما عمل تعديلات في الامور التحكيميه قال لك لو حسيت ان حارس المرمى بضيع وقت اديله انذار، مش شرط يبقى الانذار ده يجي في الدقيقه 88 على فكره. يعني اولا انت لما بتحسب الانذار ده في الدقيقه 88 او 89 انا مش بستفاد، اللي هيستفاد الفرقه اللي هتلعبك بعد كده او هتلعب الفرقه اللي قصادي بعد كده طبعا. لكن احنا فرقتنا وشخصيتنا وتاريخنا عادتنا مش هنشتريها ابدا تمام زي ما قلت لك يعني. لكن في النهايه الحمد لله طبعا على المكسب، سعيد جدا بالروح، سعيد جدا بالرجوله، سعيد جدا جدا بثقه الناس. يعني انا عايزك تجيب مثلا حتى او اسلام يجيب لما الدقيقه 90 جت اكتر لحظه شجع فيها الجمهور الفرقه اول ما الدقيقه 90 جت، يعني وكانه واثق جدا جدا في اداء لعيبته وشخصيتهم. يعني شكرا.